قتلوا الليلة بهدم في هذه السيول التي مرت، هم أفراد الله يجعلها لهم شهادة ويكتب لهم السعادة، وأن الميت بهدم في الحديث من شهداء الأمة. ان شاء الله سرحت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها هي السيول أمامكم بما تسمى بساقية العياوز هنا في مدينة تريم منطقة عيديد. لا زالت الأمطار تهطل بغزارة والبروق مولعة في السماء. I'm going to go to the hospital.